الامتحان جميل والله وسهل وكده. الامتحان كان حلو جدا. لا سهل جدا على فكره. الطالب العادي يعرف يحله اساسا. النصوص كان اخر سؤال فيها اللي هو بيسال عن، كان بيقول حاجه ابو بكر وكده، دي ما كانتش مكتوبه اصلا، يعني حاجه تقريبا من بره المنهج او حاجه كده. هو يعني على مستوى الطالب الايه المتفوق. الحمد لله الامتحان كان حلو جميل. كان حلو في مستوى الطالب العادي يعني. طب وانا لك جمله دلوقتي تعربها لنا، تعربيها. انت مش هتقول جمله زي اللي انا باخده، فطبيعي مش هعرف اعربها. تأهلت مصر لكاس العالم. مالها بقى؟ تأهلت ده فعل ماضي، والته ته الفاعل عايدة على مصر. تأهلت مصر ومصر هو الفاعل. وكاس يعني كاس بلدك، كاس اسم مجرور، وكاس العالم معنى مضاف اليه. ومصر تبقى خبر تمام، والكاس اسم مجرور. تأهلت فعل ماضي، فعل ماضي مبني هنا. الاسم اللي في اول جمله خلاص مبتدا. فاضل ايه في الاخر؟ كاس العالم، كاس اسم مجرور. تأهلت فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. مصر، لا ثانيه واحده، مصر هي اللي اتأهلت، مصر فاعل لكاس العالم، ليه كاس العالم، لكاس العالم مجرور. تأهلت ده فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، والتاء عايد على مصر، مصر فاعل. تمام، بلاش احرج اكتر من كده لو سمحت يعني.